مساء الخير. مساء الخير. ايه بقى شغلك النهارده؟ في الساعه كام يعني؟ الساعه ده ايه؟ داخلين على الساعه 12 بالليل. الساعه حاليا 11:38. الميدان مليان والخيم ماليه الدنيا والتند وكل حاجه، والناس مستعده، وفي ناس جايبه بقى خوذة وحاجات، مستعدين لو حصل ضرب بقى ان شاء الله ما فيش يعني. وانا مبسوطة من الحضور وان شاء الله بكرة يبقى يوم جميل. بس انا شايف الاعداد بدأت تزدحم في الميدان دلوقتي، من دلوقتي. فايه يعني بتهيألي اللي حصل الاسبوع اللي فات ده يعني ادى ان يبقى في زيادة في العدد، الناس حتى الناس اللي ما كانتش هتنزل بعد اللي حصل امبارح الاسبوع اللي فات من الداخلية والضرب وكده. الناس فعلا حست ان مفيش حاجة اتغيرت ولازم تنزل، لان الثورة لسه ما اتكملتش خالص. اولوياتنا بقى دلوقتي احنا اهم حاجة بالنسبة لنا تطهير الداخلية واستقلال القضاء، من غير دول مفيش حاجة هتنفع في البلد كل وطبعا العدالة الاجتماعية وحد ادنى للاجور وحد اقصى وعدم منع العمال او المتظاهرين من ممارسة حقوقهم. القانون بتاع منع الاضراب والاعتصام ده احنا ضده وهنحاربه، واحنا عملنا الثورة دي بالمظاهرات السلمية وهنكمل فيها لغاية ما ناخد كل حقوقنا. ان شاء الله. ماشي؟ نقابلكم غدا ان شاء الله. ها؟ ان شاء الله. ان شاء الله.